رصدت سفينة لوغوس هوب أكبر مكتبة عائمة في العالم في مملكة البحرين تحديدا في ميناء خليفة بن سلمان خلال رحلتها العالمية التي تهدف من خلالها لنشر المعرفة والتشجيع على القراءة وتضم أكبر مكتبة عائمة في العالم كتبا متنوعة تستقطب أو استقطبت خلالها نحو 50 مليون زائر من مختلف دول العالم العقل البشري نشر إبداعاته منذ قديم الزمن وسجلها في كتب ضمت بين طياتها المجالات كفة بهدف الحفاظ على الإبداع وتطويره وتوسيع مدارك القراء من هنا انطلقت فكرة أكبر مكتبة عائمة في العالم والتي تقع على متن السفينة السياحية لوغوس هوب والتي تضم عدة كتب من جميع المجالات والثقافات لنشر العلم والمعرفة حول العالم ذللنا كل الصعوبات وعملنا كل يعني المتطلبات على اساس انجاح هذه يعني المهمه اللي السفينه هذه وانا اشوفها فرصه يعني هذه سعيده انه وطيبه حق كل اهل البحرين على اساس انها تكون تجربه جديده حق العوائل البحرينيه ان هي تحضر هنا ومتاملين خير ان شاء الله ان نشوف اكبر عدد ممكن من البحرين خصوصا ان يعني اهل البحرين ودول الخليج يعني ناس مثقفين ومعروف عنهم يحبون القراءه والعلم يعني هذه المكتبة العائمة استقطبت أكثر من خمسين مليون زائر طوال رحلتها التي رست من خلالها في أكثر من خمسمائة ميناء عالمي بارزة بذلك نجاحها عالميا في إثراء وتشجيع القراءه آه زيارة آه أكبر مكتبة عائمة لنا شيء جميل جدا ومهم في فرص لتبادل ثقافي بين اللي يشتغلون على هالسفينة والزوار اللي بيحضرون وإن شاء الله تكون في برامج أيضا للتبادل الثقافي لأن عندهم فوق المئة آه وأربعين جنسية على هاي السفينة وطبعا في آه يعني مجموعة كتب واسعة جميلة جدا آه ويعني ممكن أن أي واحد يزور المكتبة مع عائلته منها هذا وستفتح أكبر مكتبة عائمة في العالم الأبواب للزوار من السابع حتى الثامن عشر من يونيو من هذا العام بدءا من يوم الثلاثاء حتى يوم الأحد من الساعة الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل بأكثر من خمسة آلاف كتاب افتتحت المكتبة العائمة، أكبر مكتبة عائمة في العالم في مملكة البحرين للتبادل الثقافي وتطوير المعارف والأفكار. شوق العثمان، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.